أنا مش عايز أقول عرس انتخابي، أنا عايز أقول هذا 30 يونيو جديد. ويعني وهذه روح مصر الحضارية وانعكاس للبنية العميقة للشخصية المصرية التي تدرك لحظة الخطر وتخرج لكي تعبر عن رأيها بموقف سديد مثل ما حدث في 30 يونيو. 30 يونيو احنا خرجنا عشان الشعب خرج لرفض هذا الحكم الغاشم، طبعا بس في الخروج الانتخابي الكبير لرفض اشياء اخرى او للتعبير عن اشياء اخرى، منها مثلا انه نحن نعرف ان احنا لدينا ازمه وسوف نتخطى هذه الازمه ونحن سوف نشارك في تخطي هذه الازمه ونحن نؤيد القياده السياسيه في ادارتها للازمه ونؤيد اي سواء الازمه في الداخل او الازمه في الخارج، سواء التعامل مع المشكلات الاقليميه المختلفه او التعامل مع الازمات الداخليه، ونحن لدينا تصميم عميق على ان احنا نكمل المسير وانه احنا هنختار الشخص اللي هيكمل المسير وهنختار الشخص القادر على اكمال هذه المسيرة.